المخيم الوطني للشباب الذي اطلقه المجلس الاعلى للشباب، اللي هو يضم اكثر من برنامج اللي سفراء الشباب والفريق الوطني الشبابي للتغير المناخي، اللي هو يعد قاده مجتمعيين في المجتمع، ومن ضمنها اكثر من تخصص. طبعا احنا اختياراتنا دا تصير على الفرق اللي دا نعتمد عليها، بأنه اللي يسجل بالفريق الوطني الشبابي للتغير المناخي أو اللي يسجل بسفراء الشباب ما يحق له يسجل بفريق ثاني، لأن نريد نستهدف أكثر الشباب بهذه المجالات. شنو الفائدة المرجوة من هذا الفريق؟ أداة قادة شباب بهذا المجال، يعني بكل مجال. احنا المجلس الاعلى للشباب بدنا نشتغل على كل القطاعات اللي دا تشتغل بها الشباب.